كان احد يحتمل احزانا بالظلم فيصبر. انت فاهم ان الله ترك الارض والامور كده خلاص، وده حصل له مأساة، وده حصل له مشكلة، وده حصل له ضيق. طيب انا ما عملتش حاجة عشان تجي المأساة، ما هو اذا كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون فأي فضل لكم. انا غلطت بدفع ثمن غلطتي، لكن هناك امور كتير انا ما عملتش حاجة، من تجارب لكوارث لحوادث لفقر لمعرفش ايه لايه لايه. عايز اقول لك أن كل ظلم وعدوان من إبليس يقابله التزام من الله أنه يعمل لك تعويض عن اللي حصل. هتفوت الأيام وحتنسى، هتنسى الألم اللي أنت انضربته، وهتفوت الأيام وحتنسى السلب اللي أنت اتسلبته، وهتفوت الأيام وحتنسى الخسارة اللي أنت خسرتها، ولكن الله لن ينسى كلمة واحدة ولا ألم واحد ولا شيء من مثل هذا حصل لي دون أن يدخل في حسابات التعويض بتاعك. أنت اتنهدت كتير وبكيت كتير وفاتت الأيام ونسيت التنهد اللي كنت فيه، وما تقدرش تعد أنت عدد التنهيدات اللي أنت اتنهدتها، لكن تنهيدة واحدة من التنهيدات اللي انت اتنهدتها ما راحتش على الارض. انت حملت انت احزانا بالظلم، لا ذنب لك فيما حدث، لا ذنب لك في الوضع اللي صار ليك، هو ظلمك وشتمك، الظروف احاطت بيك وحطتك في موقف جارح ومؤلم، اناس اخرين ظلموك، قالوا لك، قالوا عليك، عملوا فيك كلمة واحدة لن تصبر. أنه من خلال آلام كثيرة بضيقات كثيرة ينبغي أن تدخلوا ملكوت السماوات. ليه؟ أنا من يومي وأنا شايف نفسي أحسن واحد، لكن مش شايف كمية الإعوجاج اللي موجودة في نفسيتي، في شخصيتي، في نشأتي، في كياني، في عقليتي. انا مش شايف، انا شايف ان انا احلى من كده مفيش، واحسن من كده مفيش. هذا الاعوجاج الكثير اللي موجود في نفسيتي كان عايز يتعدل. ان هذه الالام الكثيره مش كده حاجه ظلم انت خلاص، ان هذه الالام الكثيره وهذه المطرقه بتعدل حاجات. النهارده بعد ما فاتت سنين طويله ببص ورايا واقول يا كل الاعوجاج ده كان في نفسي، بس ما كنتش دريان وكنت شايف ان انا احسن واحد. كل ده كنت بتصلحه؟ نعم. ده امتى بقول كده؟ النهارده. لكن ساعتها ما كنتش شايف، ما كنتش شايف ان كل تأديب يرى في الحاضر انه للحزن، مع انه للفرح، لكي يعطي للذين يتدربون به ثمر بر للسلام. كل اموره بحكمة صنع. فسواء هذا أو ذاك، أن ما نتعرض له من أحزان يا أحبائي محسوب عند الله. قال لهم أليس عصفوران يباعان بفلس وخمسة عصافير بفلسين، يعني فيهم واحد فوق البيعة، وليس واحدا منها منسيا أمام الله. افرحوا في الرب، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. أمسرور أحد فليرنم، على أحد مشقات فليصلي. افرح في الرب، وما يجي إبليس يعمل فيك مواقف شريرة، بدل ما تحزن، بدل ما تبدد فرحك، بص على الرب. أما يجي إبليس يرميك تحت خسارة وآلام، بدل ما تستسلم للجرح والانتقام، بص على الرب، حط عينك عليه، ما تخليش إبليس يخطف منك الفرح.